بندخل في المنطقة دي بنحقن فيلم. انا عندي عشان تعطي تدويرة للوجع. ايه؟ عشان تعطي الشكل الدائري للوجع. عشان تدي السيركل فيز، برافو عليك، عشان تدي الشكل الاستداري. ونرجع لحتة فنية، دايما بحب لما انهي موضوع وابدا في موضوع جديد اديكم حته تشويقيه، ولو ان انا متاكد ان انتم ولا هتهتموا بالحته التشويقيه دي ولا حاجه. زي ما بيبقى فيه في الحلقات السابقه، انا عاوز اقول لكم حته في الحته اللي جايه. ودايما بيبقى فيه دايما عندنا حكايات في الحلويات، فبصوا معانا حته الحكايات في الحلويات يعني. اوكي، ايه حته الحكايات في الحلويات دي بقى؟ الناس مع تقدم العمر الجزء ده عندها بيفصل، بيدينا ثلاث اجزاء، بيدينا حاجه اسمها ليدي تشيك، مالر اريا، نيزوليبيال اريا اللي جت منها نيزوليبيال فولد. تاني، مع تقدم العمر المنطقه دي، المنطقه دي اسمها ايه في التجميل؟ انفرا اوربيتال اريا. امال حوالين العين اسمها ايه؟ بيري اوربيتال اريا. كلمه اوربيتال يعني عيني، حاجه خاصه بالعين، اوربت. فاكرين شبكه اوربت بتاعت زمان؟